نعود بإذن الله تعالى مع الأحكام، علامات أخرى على الأحكام والتي كنا نتحدث فيها عن المد المتصل. خلصنا مع كلمة المد المتصل، بس على السير بما أننا تحدثنا عن كلمة الله مذكورة في أكثر من مرة أنها ما قبلها مضموم، وهي بيكون هنا الحكم التفخيم، اللام لفظ الجلالة يفخم إذا كان ما قبله مضموم أو مفتوح، إذا كان مكسور كسر عارض أو كسر عادي نضمه نرققه، فاللفظ نرققه. في هون عندنا كلمة أطعمه، عم بحاول أدوركم على الأمثلة اللي فيها أحكام. فأنت شو بتكون بتعمل يا طالب؟ بتقول يا طالب روح أنت اكتب لي كل الحركات اللي عندك، بعدين بتجيبي لي عندك بلون آخر، تستطيعي بلون آخر تعلمي على الأحكام. فأنا هلأ بتشوفت كلمة أطعمه همزة مفتوحة، فبعدها الطاء، اللوزة تاعت الطاء، لاحظين على شكل لوزة لازم تكون على السطر، ثم السن في الخط الناسخ، السن تاعت الطاء بتكون فوق اللوزة، ليست مثل الصاد، السن بيكون فوق الطاء، يعني ما داخل اللوزة. أطعمه، العين مرة تانية عشان أميزها عن الفاء والقاف في وسط الكلمة لازم يكون إلها هذا السن إلى الجنب. أطعم، الميم في النسخ بتكون مرسومة لتحت في وسط الكلمة. ما، فهو عندنا الهاء أطعمه، هاء الكناية. وهنا يبدأ مبحث في مبحث عن هاء الكناية، أن هاء الكناية متحركة، بين متحركين بيجي لها حكم. فإذا وأنا بكتب ما بكتب إي، بكتب الواو الصغيرة، هاي الواو الصغيرة ليست من أصل الكلمة، هذا واو أو حرف مد نشأ بسبب وجودها بين متحركين، المتحرك الثاني هو أطعمه إن، لا إن، أطعمه إن كسرة همزة مكسورة. فإذا عندنا الهاء الكناية بين هذه هاء متطرفة يعني بنهاية الكلمة، ونوعها هاء كناية وليست من أصل الكلمة، ومنصير نعلم الطالب شو معنى أنها من أصل الكلمة. أصل الكلمة أطعم، فعل أطعم، هاي زيادة تدل على ضمير مذكر، فهذه نسميها هاء الكناية. هذه هاء مختلفة مثلا عن كلمة الله، الهاء أصلية، مختلفة عن كلمة فواكه، الهاء هناك أصلية، فمن أصل الكلمة فكهة. فبدنا نفرق، نحكي له الفرق بينهم. فإذا هذه لما نيجي نحكي عن أحكام الإشمام والروم ما فيها، لأنها هاء كناية. لكن إذا كنت اللي بعلمه ولساته ما أخذ إشمام وروم، خلينا نروح على موضوع مد الصلة، لأنه قاعد بكتب إشي، فلازم نقول له هاي اسمها علامة ضبط، هذه ليست حرف متروك، مختلفة عن كلمة مثلا يحيي، ما تلاقي مرات يحيي مكتوبة هيك، وبعدين في يا معكوفة جنبها، هذه يا من أصل الكلمة بس محذوفة، هذا فيها حكم، أما هذه علامة ضبط للدلالة على حكم بنسميه مد الصلة. هنا بما أنه عليه مد، يعني عندنا واو أصلاً موجودة وفوقها هذه الشرطة على شكل مد المتموج، هذه نعرف أنه هذه صارت بيكون هنا كبرى، لأنه في همزة في سبب لذلك. إن النون بما أنه عليها رأس الحاء فهي إظهار فيما بعدها، فأطعمه إن. فإذا بدي أعطيها كم زمنها، تشبه المنفصل في إنها زمنها 4 أو 5 حركات، وعندنا إحنا في رواية حفص المد الصلاة والمنفصل يتبع بعض، فإحنا عندنا في وليس لنا في رواية حفص إلا المد. طيب، طيب ندور على حكم آخر. عندنا هنا كلمة أنتم، النون خالية بعدها تاء وليس عليها شدة، هذا حكم الإخفاء، هذا شكل حكم الإخفاء. إذا الإدغامات كلها بتكون حكم زائد شدة فيما بعده، إلا الإدغام الناقص في الياء والواو ما بنكتب شدة مع إنها ملفوظة. أما في الإخفاء، الحرف ما بعد النون الساكنة مثلاً أول ضحى، الحرف بعده بيكون محرك، وباللفظ بحكي أنتو، مش زي اللي كان فيها واو، خلينا نرجع لها وين راحت، اللي كان فيها واو مد كان فيها إدغام صغير، عفوا إدغام ناقص
طب راحت مش عارفه وينها. لا اذا رجعت ان شاء الله بورجيكم اياها. فالادغام اللي بيكون في ادغام ناقص بيكون عندنا اللفظ فيه شده لكن بالكتابه ما بنكتبها. فاذا باللفظ فيه شده لكن بالكتابه ما بنكتبها. اما انتم حكم الاخفاء في الحرف بعدها ما في عليه شده، طيب، وليس ايضا في لفظه شده. الادغام الناقص مش مكتوب لكن يلفظ. هنا لا مكتوب ولا ملفوظ، فاحنا هنا حكم الاخفاء. فاذا احنا هنا في حكم الاخفاء، نحن هنا في حكم الاخفاء. طب نروح لوين هلا؟ نيجي ضلال مبين، في هنا حكم ضلال. خليني اكتبها على السطر. لاحظوا لوزة الضاد على السطر. السن بعيد عن اللوزة قليلا، شايفين السن بعيد عن اللوزة قليلا. باجي بكمل لا، وعندنا هلأ التنوين شكله متكسر متتالي ومبين في عليها شدة، فإذا هنا بنتحدث عن الإدغام. طيب مبين، وبعدها هي أجت واحدة من الإدغامات الناقصة. مرة ثانية التنوين متتالي في رأس آية، تخيل أنه مش موجود وأنا بدي أقرأ بالوصل. لاحظوا أن الواو بعدها مفتوحة ما عليها شدة، لكن أنا عندي التلاوة وبدي أوصلها يقولون من المفتوحة، بقول مبين و، ويقولون، حتى في نبر كمان مبين و. فإذا هذا اللفظ في شدة، أنا فعليا عم بشد لكن لم أرسمها، هاي بتكون الإدغام الناقص. أما في الإخفاء ما في شدة وباللفظ ما في تشديد، فبالتالي هذا اسمه حكم الإخفاء. طيب نيجي لحكم آخر، في كمان كنتم زي أنتم ما فيها، يعني بدي أدور على الأحكام ما تحدثنا عنها. صيحة واحدة هذه فيها حكم إدغام ناقص. تأخذهم والميم والوا، هنا في عندنا حكم إظهار لأنها من نفس الميم عليها حرف الرأس الحاء مرسومة، فبالتالي الميم هنا فيها إظهار مع أنها من نفس المخرج العام اللي هو الشفتين. فلا يستطيعون التوصية و، نفس السبب. ولا إلى فيها مد منفصل، حكينا عنه 4 أو 5 حركات وصلا. وإلى أهلهم مرة ثانية موجود عندنا المد. طيب حكينا عن الألف المقصورة، إذا كان وراها شيء ساكن فإنه نلغي رسم. طيب حكينا عن الياء، إحنا هون وينها؟ أنه الياء في الفرق. حكينا كما هون في عنا حكم حذف، خلينا أكتبها مرة ثانية بس عشان تتضح. الفي كتبت وعليها كسرة والياء لم يوضع عليها نقاط. الفلك، خلينا نركز بس على الحرف اللي بعد المد، هنا صلة وهذا ساكن. فإذا هنا لم ترسم النقطتين للدلالة أن هذا الحرف محذوف وصلا. أنا عرفت أنه يا من خلال الكسرة، لكن بعد ذلك حذف عند الوصل بسبب أنه أنا هون في التقاء ساكنين فوصلتهم مع بعض وبالتالي لا ألفظه. خلينا نفرق بين كمان مع إلى، هاي برضو من الحروف التي تتغير رسمها إذا كان ما بعدها ساكن. فإذا كنت الإلى الألف المقصورة الألف الخنجرية مرسومة داخلها، معناته إلى أهلهم، حنتحرج على هذا الحكم. إذا كانت مرسومة هون طبعا في مد حتى كمان، يعني مرسومة ومع المد معناته هذه ستلفظ وستمد. طيب إلى ربهم نفس الشيء، في عنا المد. طيب نفترض إنه عنا على وبعدها همزة الوصل واللام عنا مظهرة على العالمين. طيب في ألف خنجرية هون، بس هون اللي بدنا نتحدث عنه.
هلأ عرفت إنه هاي ألف من إنه ما قبلها مفتوح، بينما هاي عرفت إنها ياء لأنه ما قبلها مكسور. طيب فإذا أنا في هذه الكلمة عرفت إنها ياء لأنه ما قبلها مكسور. أما هنا عرفت إنها ألف مع إنها لم ترسم شيء داخلها يدل على أنها ألف من خلال إنه أنا كان في قبلها فتحة. فإذا هذه ياء لأنه ما قبلها مكسور، وهذه الألف لأنه ما قبلها فتحة. لكن أين الألف الخنجرية داخلها؟ أيضا مفقودة، مثل هون، هنا فقدنا النقطتين لأنه فيما بعدها حذف بسبب الاتصال مع الساكن. أما إذا أقف عليها أقف عليها بالمد الطبيعي. أما هنا هنا أيضا في ساكن بعدها، فحذفت رمز الألف الخنجرية بسبب إنه هنا موجود حكم إنه وصلا نحذفها بسبب التقاء الساكنين. طيب من مرقدنا، كويس إحنا هاي الصفحة فيها مرقدنا، هذه علامة الضبط بدنا نعلمها للطلاب. مرقدنا في سين، بعدين نقول هذا شو هاي السين، هاي علامة السكت الواجب. نبدأ هون نتحدث مع الطلاب عن الأربع مواضع اللي فيها السكت الواجب والموضع أو الموضوعين اللي موجود فيهم جائز. فبالتالي إحنا هون بنستطيع أن ندخل في موضوع السكت وماذا يعني سكت وفيش في نفس وأنا بكمل قراءة وما إلى ذلك. بدخل في هذا الحكم من خلال السين الموجودة هون وأعطي الأربع مواضع. إذا كنت أنت تحفظي أو في مصحف الإجازة عندك دائما لما يجي إشي زي هيك، يجي حكم من الأشياء اللي درستيها في كتاب التجويد ولها أخوات، باجي بكتب على جنب في منطقة الهامش في مصحف التجويد، بكتب هنا سكت مثلا حكمه واجب، أخواتها في نفس الحكم باجي بكتب الأخوات، وين ما وردت واحدة منهم بكتب أخواتها الثانيات وهكذا. فدائما في مصحف الإجازة سأجد أن في كل موضع مراجعة على المعلومة، خاصة إذا كانت المعلومة مهمة في التجويد وممكن أن نسأل عنها في الامتحان. طيب ندور على كمان حكم واحدة فإذا هم نبدأ فإذا، بس ممكن أني أحكي للطالب أنه هاي فاء وهي موصولة دائما، وإذا وجدت في الكلمة لا يجوز الابتداء بكلمة إذا لوحدها، هي مما يوصل دائما فالعطف فإذا. الوا مع إنها كمان عطف أيضا لكن ترسم موصولة، في ما بقدر إذا في كلمة فيها واو أشرح له الفرق بينهم صح رسما مثلا وصدقة وصدقة، بصح هاي مفصولة عن هاي لأنه هي حرف رافس ولكن هي تعني أنها موصولة ولا يجوز الابتداء بهذه الكلمة. أما فإذا هي موصولة رسما وموصولة لفظا، بس أفرق بين الاثنين. واحدة فإذا هي كلمة واحدة اللي كنت بدي أشيكم إياها، هاي التنوين متتالي معناته في حكم، فهاي الفاء مفتوحة معناته إحنا عنا حكم الإخفاء. غنة الإخفاء هي غنة بمقدار حركتين. جميع لدينا، هاي كمان كلمة هنا بننتبه إنه التنوين مرة تانية متتالي معناته في حكم، ولدينا في شدة حركة معناته هذا حكم إدغام. طيب خلصت عنا الأحكام، شيء أولى حكينا عنها مثلها، شيء أولى اللي هو إدغام ناقص مكتوب هيك شيئا بس للعلم، التنوين المتتالي وفتحة، لكن عند اللفظ أقول شيئا و، فبالوصل هناك شدة. طيب هيك إحنا خلصنا الأحكام. فإذا أنا لما الطالب يكون عندي كاتب الصفحة كاملة وكاتب الحركات ممكن أن أستدعيه عندي كأستاذ وأجي أحكي للطالب تعال ننتبه على هذه الأحكام في هذه الصفحة. ممكن إذا الطالب يعني بطيء التعلم ممكن أنه هو يتعلم بطريقة بسيطة ببساطة، يمكن أنه هنا أجي وهو بيحفظ ما زال يحفظ. هاي مرة تانية ميزت أنه أنا بستخدم قلم بيرمننت أنه لما أكتب فوقه ما بمسح، فباجي بقلم آخر له لون آخر بقول له هنا في حكم، بحط له دائرة، يمكن أحط له هنا في حكم أو أشارة، أجي هنا أحكي له في هنا حكم، هنا نبر إذا كنت أوصل معي في النبر، هنا في حكم، في هنا حكم اللي هو التقاء ساكنين وبالتالي حذف حرف العلة. هلأ إذا كان الشخص
مستوى أعلى وبتعلم تجويد بطريقة أحكم، مش بس بعطيه هاي وكمان برجع بشرح له الفقرة الموجودة في الكتاب عن أنواع التقاء الساكنين وأنواع كلها، فأذكره بأخواتها في الفقرة. فإذا كان تعليمه قليل أو مستوى في الفهم اللي أمامي قليل، باجي بحط له بقول له هون لا تلفظها، ليش؟ لأنه هيك ضعيف، ما في الياء النقطتين مش موجودة، معناته أنا وصلا، لكن انتبه هي ما زالت ياء، ليش؟ لأنه في كسرة قبلها. فإذا بحط له هون علامة هيك بدي إياك تلفظها، وهكذا وبمشي معه. وين ما بلاقي حكم هون مثلا بلاقي له حكم، هون بلاقي له حكم بشرح له إياه. ممكن أشرح للمجموعة كصف وأرجع لما يسمع أقول له تنساش هاي تنساش هاي، يلا لو نوري تحت هاي مثلا الميم والفاء. لكن إذا كان قدرته التجويدية أعلى وممكن أن يتعلم أكثر، ممكن أقرأ لهم الفقرة كاملة من كتاب المنير ويبدوا يطبقوها. وشو أخواتها الميم مع الفاء؟ مين كمان في عنا إظهار بيكون بإظهار مع أنه المخرج متقارب؟ نيجي ندخل في موضوع مثلا كلمات اللي فيها النون مثلا مع بنيان وصنوان وهكذا، وأعطيها أخواتها في الموضوع. فإذا بحكي عن إظهار مع أنه المخارج متقاربة أو متجانسة، بدي أبدأ أحكي وأحكي السبب هاي لأنها في وسط كلمة، في كلمة ياسين وما بعدها، لأنها اللي حكينا عنها برجع بفتح له الصفحة الأولى وبكتب له ياسين والقرآن الحكيم. ما بصير أحكي ياسين و، ما بصير أحكيها هيك، لازم أحكي النون وأظهرها تاعت النون لفظ الهجاء تاع حرف السين و، مع أنه هذه أصل فيها الإدغام لكن إحنا في الرواية لا ندغمها، وهكذا. فإذا حسب قدرة التجويدية بستطيع أني أعلمه أخواته أو حتى موضوعه والفقرة كاملة في الكتاب. طب سوف باجي بكمل معاه وين ما في رحمة، انتبه انه هاي التنوين اقرب لهذا الحرف، وباجي بقول له هون صار في عندنا حكم، هون في عندي حكم اخر، هون في حكم اخر الى اهليهم، هون هاي تلفظ، اما على العالمين هذه لا تلفظ لانه هاي الالف الخنجري مش موجودة، وعرفت انها الف لانه فيه كذا، وهكذا. هون بعطيه السكت وبعطيه اخواته الاربع الواجبة والجائزة، بعد ذلك الجائزة هون، فهون بدور له في الصفحة على الأحكام واحدة واحدة وأعملها. إحنا بالنسبة لنا حتى نتقن الأحكام سأطلب منكم في الواجب أن نطلب منكم في الواجب أنكم ترجعوا للصفحات اللي كتبتوها سابقاً وتكتبوا فيها الأحكام. أيضاً نطلب منكم كمان أنه إذا كانت تخلصتوا من الأوراق اللي كتبتوا عليها لاحقاً أنه ترجعوا تسمعوا تسميع كتابي، وبالتسميع الكتابي تضع الحركات وأيضا تضع الأحكام، لونوا الأحكام بحيث أنكم تنتبهوا لها. هلأ رجعنا للمرجعنا، شو فائدة هذا المرجع؟ إذا قلنا إحنا نستطيع نرجع لكتاب المنير ونيجي مثلا في مثلا عندي هنا صار مثلا عندي مدصلة، باجي لكتاب المنير وبفتح على هاء الكناية وأحكام هاء الكناية وبشرحها للطلب إذا كان عندهم قدرة تجويدية. إذا كان الطلاب وسط ممكن أن أفتح هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه قسم خاص للأحكام المرتبطة بالحروف، وحندور على حكم ما حكينا عنه. فإذا خلينا نبدأ بالأحكام اللي موجودة هون، نستعرضها ونحكي لكم إياها قبل أن ننتقل إلى الجزء الثالث ونتحدث عن الخط الزمني للأحكام هذه. طب الهاء حكينا هاي هاء مفتوحة كسرة، بدي أتم الحركة زائد أكمل الحركة. تم الحركة يعني أعطيها الهيئة، ها ها زيها زي الها، ها نص الزمن وهو حركة واحدة. بي بي عو هذا ضمة، هاي سكون الحرف، متى ما كان ساكنا مباشرة أذهب إلى موضوع ما درجته من الرخاوة والشدة والبينية بحيث إني أتأكد إني عم بعطيه صح. طب هنا نجي على التنوين. لما أجيت كتبت التنوين أول مرة كتبناه في هذا الكتاب المتراكب، وهنا انتبهوا التنوين المتراكب بيجي فتحة أو ضمة أو كسرة، شكله كشكل الفتحة بتكون الثنتين الشرطتين تماماً مع بعض، لكن انتبهوا هذا مختلف عن التنوين هون وهون في أنه يزاد له ألف إلا في حالات معينة. الحالات الموجودة اللي هي الهمزة فوق الهمزة وفوق هاء التأنيث التي تنتهي بها، فإذا موجود إذا بدنا نضيفها لهون كتعديل، باجي بضيف معهم كمان التاء المربوطة التي فوقها تنوين متراكب. هذه التاء المربوطة والهمزة هدول التنتين التنوين
يقع فوق الحرف مباشرة. إذا التنوين هنا فوق الحرف مباشرة. أما فباقي الحروف المنونة بالفتح يرسم مع ألف بعدها. طيب؟ يرسم مع ألف بعدها. إلا إذا كان قبل الفاء أيضاً في ألف، يعني في ألف قبل هذا الحرف وألف بعدها، هذه أيضاً من استثناءات. يعني لو بدنا نحكي الفافة في اللغة العربية نكتب، إذا كان في قبلها ألف لا تكتب بالإملاء. أما إحنا في المصحف نتبع اللي موجود في المصحف. فإذا تنوين الفتح في بعض الحروف يكتب مباشرة فوق الحرف، وهي أغلبها الهاء اللي مرسومة على شكل هاء التأنيث التي ترسم على شكل تاء مربوطة، والهمزة المتطرفة ترسم هكذا. فإذا كانت، لاحظوا الألف فوق وقبل الهمزة أرسمها هكذا. لو قلت دفئة دفئة لا ترسم كاملة لأنه لا يوجد ألف قبلها. فالهمزة هي فصيل الهمزة إنه كيف ترسم فوقها التنوين. لاحظوا هنا دا برضو مرة تانية كتب التنوين، ولاحظوا في التنوينات أنها في مصحف حفص ترسم التنوين فوق الحرف الذي قبله. يعني صح أنا ضفت ألف، لكن التنوين المتراكب ما كتبته فوق الألف، كتبته فوق الحرف الذي سيلفظ عليه التنوين. فحتى لو كنت أضفت الألف في الحالات اللي بضيف فيها الألف، الحالات كل الحروف بنضيفها الألف إلا الهمزة والتاء مربوطة، والهمزة تضاف إذا كان قبلها ألف لا تضاف فوقها التنوين. فإذا هون لاحظوا التنوين على الفاء وليس على الألف يرسم. طيب، فهذه خصوصية لتنوين الفتح. ليش؟ لأنه هذه حالات فيها إبداء، عندما نقف عليها تبدأ اللفظ هذا التنوين بمد ويصير عندنا مد العوض في هذه الحالات. طيب، التنوين المتراكب بالتنوين المتراكب في التنوين سهل، هي عبارة عن واو أولى، الواو الثانية كتبت فوقها وأزيل شيئا من رأسها، فهذا متراكب، فهي معكوسة زائد جزء من رأسها مفقود. الكسر المتراكب شكله هكذا ويكون عادة تحت الحرف مباشرة. فهاي أشكال التنوين عادة. الشدة تحدثنا عنها، هنا بنيجي على موضوع الحرف المشدد. في خصوصية للنون والميم المشددات إنها من درجة الغنة الأكبر، فإحنا ما بنتعامل معها فقط بإنه هذا حرف رخو أو لا أو متوسط. النون معروف إنها متوسطة، والميم لن عمر هي حروف التوسط، مع ذلك إذا كانت مشددة هناك زمن زائد لوجود الغنن فبزيد عندنا لفظها. الباء هاي كأي حرف مشدد ننتبه إنه الشدة إذا كان فوقها فتحة بتكون موجودة فوق الحرف، الميم مشددة والحركة فوقها، أما إذا كانت مكسورة في المصحف، إحنا عندنا في الرسم العادي لا نفصل نكتبهم تحت بعض، نكتب شدة وتحتها كسرة، لكن في المصحف إذا كان الحرف مكسور بيكون الكسرة تحت والشدة فوق منفصلات عن بعض، ما بنرسمه جنب بعض. في هناك خصوصية للفظ جلال الله مع أنه حرف مشدد، لكن هناك أيضا ألف خنجرية غير مكتوبة، وهذا التشديد كمان له علاقة بموضوع أنه هل تفخم اللام أم لا. فإذا هذا صفحات الأحكام. ننتقل بعدها، هنا وجود حرف خالي من الحركة يعني أنه يلفظ، لاحظوا عندنا حرف مد خالي من الحركة وما قبله مجانس له، فإذا هو حرف مد، فهذا يكون ثابت وقفا ووصلا. لاحظين قالت ثابت وصلا ووقفا، لأنها بنص الكلمة فيش إشي بأثر عليها، على وشيء لا يوجد أي سبب للمد للمدود فيما بعدها، فعلى تلفظ كاملة وصلا وتلفظ كاملة وقفا بدون أي مد زائد، ولا حذف إذا كان ما بعدها ساكن، فلا حذف ولا فوصلا وقفا تلفظ كما هي، اللي هي على شيء حرف مد طبيعي، وهي عرفت إنها مد إنها ألف من الفتحة التي قبل الحرف. اليهود برضو واو مدية قبلها مجانس لها، فبالتالي هاي الكلمة الواو واو مدية مد طبيعي، إلا إذا كنت هاي لأنها قبل الحرف الأخير، إذا كانت في آخر الآية، إذا كانت كلمة مثل هذه في آخر الآية
أقف عليها بحركتين أو أربعة أو ستة مد العارض للسكون. الذين برضو المد بالضبط قبل الحرف الأخير، فبالتالي هنا بتطبق عليها حكم 2 4 6 إذا كانت في آخر الآية، لكن إذا كانت في وسطها فوصلا ووقفا تلفظ بنفس المدة. طيب من علامات الضبط الأخرى، هاي أخرى، هاي علامات ضبط تدل على عدم اللفظ تماما، يعني أنا ما بلفظها. هاي الألفات الزائدة زي 100 فيها ألف دائما، أولئك فيها الواو الزائدة، الياء مرات بتكون زائدة، فبالتالي هاي إذا كانت في لاحظوا الدائرة، إذا بتلاحظوا عن قرب إنه هذه الدائرة مستدارة مفرغة ومستدارة، هذه الحكم يدل على أن هنا هذه الحروف زائدة ولا تلفظ، وينطبق عليها حكم الحروف الزائدة. هلأ هنا اللام التي ليس عليها هذه اللام التعريف، قبلها همزة وصل ولام التعريف، دخلت على الكلمة اللي بعدها تدخل على الأسماء، الناس، السماء، الضالين. إذا كان ليس عليها حركة وما بعدها مشدد، بنعرف إنه هذا من الإدغام، إنه هذا من الإدغام المتقارب، حكم اللام الشمسية المعروفة. طيب أيضا من العلامات التي تدل على أحكام في اللفظ، يعني إلها أثر لفظي، مع أنه أيضا تحدثنا عنها في صورة الحرف، لكن هنا بدنا نركز على موضوع الأثر اللفظي لها، أنه هاي همزة الوصل، حكينا أنه همزة الوصل لها رأس صاد صغيرة ولا تلفظ وصلا، وإنما تلفظ وقفا للابتدائي بها، لأن الحرف اللي بعدها ساكن، فبدنا نتوصل للحرف الساكن ولا يبتدأ بالساكن في العربية، منحولها لهمزة، ونبدأ نشرح للطلاب موضوع أنه هل أبدأها بهمزة مفتوحة أو همزة مكسورة. إذا طلب عندهم قدرة بنستطيع أن نعطيهم الفقرة كاملة من الكتاب عن موضوع الابتداء بهمزة الصلة. طيب هذه الألف المستطالة، وهي موجودة في الألفات السبعة، بس ملاحظوا ألف مستطالة، مستطالة يعني مطاولة لفوق وبرضه مفرقة، الصفر المستطال، عند الوقف تلفظ لكن عند الوصل لا تلفظ. طيب هنا من ألفات السبعة لكن لها تميز أن لها وجهان في التلاوة، إذا كانت أنا يعني بدرسهم وأجد صورة سلاسلة بعطيهم هذا، إنها هاي إلها خصية هاي الكلمة أن لها وجهين في اللفظ. لاحظوا الميم والنون والباء والسين إيش مكان الحرف، إذا كان خالي من أي حركة فوقه إحنا بنعرف الحرف الخالي هو عادة حرف مد، أما لما يصير حرف عادي وخالي معناته في حكم هو متطرف وفي حكم مع ما بعده، ممكن تكون سين ساكنة وسين مفتوحة، فبيصير عندنا حكم. المشهور للأحكام هي الميم والنون، هو أكثر الأحكام موجود عند الميم والنون، لما حرف آخر غير الميم والنون خالي من الحركة هعرف إنه فيه هناك إدغام متجانسين. أما الميم والنون هم اللي فيهم الإخفاء وفيهم النون كمان زيادة عنه الإقلاب والاثنين فيهم إدغام وهكذا. طيب ولا الضالين، هنا لاحظوا إنه هاي هذا الحرف لا يلفظ وصلا، هاي رغم إنه لا يلفظ وصلا ولا يعني نطيت من عند اللام الأولى لعند الضاد، ليش؟ لأنه هذه لا تلفظ لأنها همزة وصل، وهذه اللام لا تلفظ لأنها شمسية، والضاد هي التي تلفظ، فبنط من والألف حذفت بسبب التقاء ساكنين، فكل هذه الثلاث حروف لا تلفظ، فأنا أقول ولد، نطيت من اللام لعند الضاد في ثلاث حروف لا ألفظها، فهذه إذا كنت بعلمها لأعاجم محتاجة إني أشرح لهم إياها، لكن ما تغير رسم الألف. أما إذا كانت ألف مقصورة لاحظوا إن فقدنا الألف الخنجرية اللي موجودة فيها، هنا فقدنا الألف الخنجرية اللي موجودة، وعرفنا أنها ألف أصلاً إنه اللام مفتوحة، لكن لما ألفظها متصلة أقول إلس، لاحظوا نطيت من اللام هاي إلى السين، هاي لأنها صلة، هاي لأنها شمسية حذفتها، وهاي لأنها التقاء ساكنين فنطيت من إلى السماء. ذو الفضلي برضو هنا ما في شيء، الألف والواو ما بتغير رسمهم حتى لو حذفتهم وصلا، هنا في حذف بسبب التقاء ساكنين لكن ما في إشي برسمهم بتغير. الياء في اللي رجعنا لحكينا عنها إنه الياء ما بكتب نقطتين إذا كان فيها وصلا التقاء ساكنين. طب هنا في حكم آخر اللي هو مرة تانية حكينا عنه إحنا المنفصل، هنا عنه نحكي عن مد الصلة، عفوا مد الصلة، هنا بيكون مد الصلة، هنا في مد أربع خمس حركات، هاء الصلة بيكون هذا المد
إيه لأنه في بعده همزة، مرات ما بيكون بعده همزة فبكون فقط حركتين. لكن مرة ثانية ننبه إنه هذه الياء المعكوفة اللي موجودة هون واللي موجودة هون هذه ليست من الحروف المحذوفة، وإنما أضيفت بالضبط لاحقاً للدلالة على حكم. لاحظوا هنا هاي كلمة مميزة في القرآن اللي فيها الياء المعكوفة آتانية، ففي ياء معكوفة هذه كانت من لفظ الكلمة، وهي كلمة مميزة ولها أحكام أنها كيف تلفظ وصلاً أو كيف تلفظ وقفاً وأوجهها وما مقدم بلفظها، اللي هي كلمة آتاني. آتاني هل أقف عليها بالياء أم أقف عليها بالنون؟ أقول آتان، فهذه كلمة مميزة. فإذا كنت بدرس بسورة يوسف أو النمل، لا النمل، آتاني في سورة النمل بدي أعطي كل أحكامها. هنا حكم الإظهار، هلا حنرجع نركز على النون والميم. حكينا لكم إنه عادة النون والميم هم اللي فيهم أكثر الأحكام، فإذا شفت باء ما عليهاش حركة والسين ما عليهاش حركة بعرف إنها بس إذا غمت الجانسين. أما الأحكام معظمها متعلق بالنون والميم، فهنا بدي أفرد إلها شيء، فبتحدث عن النون اللي عليها رأس الحاء الصغيرة معناتها مظهرة، هنا في سبب للإظهار، هنا في سبب للإظهار هي الحروف الحلقية. بعدها هنا ميم مع فاء مع انهم من نفس المخرج العام، لكن هنا في اظهار اقوى حتى او اكد، بحيث ان اظهر الميم كفار اولئك برضو اظهار للتنوين. طيب واحده ما هاي اللي بنحكي عنها، اللي بنحكي عن التاء التانيث، عفوا هاء التانيث المرسومه تاء مربوطه فعليها تنوين، عند الوقف عليها اقف واحده، لا يوجد لفظ للتنوين اللي عندما أقف عليها، ولاحظوا فيش الألف كمان بعدها، فما في مد عوض إذا وقفت على هذه. نفقة برضو الموضوع إنه تنوين مع تاء مربوطة، هذه نفقة أقف عليها، لأن هاي غير كلمة نفقة، نفقة هذيك الهاء فاقها هاء أصلية، أما هذه هي هاء التأنيث المرسومة تاء مربوطة، ولاحظوا التنوين مرسوم تحتها. حكم الإقلاب ما شفناهوش في الصفحة اللي بندرسها اليوم، كان في موجود بالمرات الماضية، لكن حكم الإقلاب إنه في ميم أنبئوني، أنبئوني، ففي ميم معناته في حكم، في نون ساكنة مع باء. طيب إذا كانت النون مع الباء ترسم فقط الميم، هاي الميم بنسميها الميم المدلة، يعني نازلة لتحت. طيب الميم المدلة هذه الميم إذا كان النون والباء اللي هم اللي صار بينهم الحكم الإقلاب، معناته هاي بنسميها ميم الإقلاب، وهي ميم مخفى، يعني النون يلغى لفظها، تستبدل لفظها بالميم وهي ميم مخفى، وبعدها الحرف الباء. من بعد نفس الشيء، لاحظوا إنه فيش حركات حوالين الميم المدلة. لكن إذا كان الحكم الإقلاب جاي بسبب تنوين، تكتب الميم المدلة ومعها بقية الحركة التي كانت موجودة. لا نلاحظوا أليم كان أصلها أنها تنوين، تنوين بالضم، أليم أليم، لكن بما أنه في بعدها باء صار في حكم، فالميم المدلة تدل على حكم الإقلاب لأنه التنوين والنون الساكنة لهم نفس الأحكام. لكن بما أنه هاي الميم جاي من تنوين، بقي الحرف، بقي عفوا صورة التنوين الأولى موجودة، الثانية التي قلبت ميم، للدلالة إنه قبل ما أدخل في حكم الإقلاب لازم ألفظ الضمة كاملة. ما بقول أليمم مم، لا بدي أقول أليموم موم، بدي أدخل على الإقلاب بعد ما ألفظ الحركة كاملة، أليموم بما، فهذه دلالة بقاء الجزء الأول من التنوين الذي لم يقلب. لاحظوا هون غرفة، عفوا هاي غرفة بيده، تا لفظت الفتحة ثم دخلت على الميم الإقلاب، غرفة بيده، فإذا أنا أعطيت الفتحة كاملة ثم دخلت في حكم الإقلاب اللي هو الميم. طيب هنا عندنا أحكام الإخفاء الشفوي، الميم أحكام الميم الإخفاء الشفوي وإلها حكم، هنا حكم إخفاء شفوي، هنا إخفاء، هنا إخفاء، لاحظوا إنه هي خالية والحرف اللي بعدها ليس مشدد، فإذا هي حكم إخفاء. مثل هالنون اللي بعدها إخفاء، برضو الحرف الذي بعدها لا لفظا ولا رسما في شدة، فإذا هذا حكم إخفاء. اللي بعدها هنا لاحظوا هنا إخفاء أيضا، مرض فاء،
مرض ف. فإذا هذا التنوين المتتابع بعد ف ليست مشددة، إذا هو أيضا إخفاء. نشوف كيف شكلها بالكسرة، الكسرة تنوين متتالي حرف ف إن، فإذا هنا في عنا إخفاء، إماما قال في عنا إخفاء، وهنا في موضوع إنه الحرف الذي بعده مفخم فالغنة هنا مفخمة، فأقول إماما قال. أول شيء بدي أبدأ قبل ما أدخل في الإخفاء بدي أعطي الفتحة كاملة، إماما قا، أعطيت الفتحة ثم دخلت في الحكم بدون تمطيط، برضو ما أقولش إماما قال، لا، الزمن اللي بدي أعطيه هو لزمن الغنة وليس زمن الفتح، إذا راحت للفتح صار فيها تمطيط، وهذا كأنه لفظ الفتح وكأنه لفظ حرف من. الأصل إن أقول إماما قا. طيب، فإذا بما أن الحرف مستعلي الذي بعده فبدي أفخم، التفخيم بده ينتقل إلى الغنة اللي موجودة عندنا، فهذه خصوصية لهذا الحرف إنه بعدها حرف في استعلاء. نداء ونداء، هاي مثال على الهمزة التي فوقها تنوين، وإذا أريد أن أقف عليها أبدل هذا التنوين ألفاً وأقول نداء، أنهي، أنهي هنا كان مد متصل وأنهي بألف ناشئة، هذه اللفظ ناشئ عن الوقف على تنوين فتح، لكن عند الوصل ونداء صم وأكمل، إذا كنت بدي أكمل، فالفكرة إنه التنوين لأنه بعده حرف استعلاء وأيضاً هو حرف مطبق فبدي أعطيه التفكير.